عدنا للتواصل مرة أخرى متابعينا عبر فقرات صباحات سودانية. وصلنا معكم إلى ملف الصباح، واليوم نفتح ملف مهم جدا لأنه احتياجنا له بيظهر في كل مرحلة من مراحل اللي احنا بنمر بها في حياتنا، سواء كانت الحياة المجتمعية أو حتى الحياة الخاصة. بيجنبنا عدد كبير من الصراعات اللي ممكن تحصل داخل المؤسسة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، أو سواء كنت رئيس للمؤسسة أو موظف فيها. أهمية إنه المؤسسة يكون عندها هيكل واضح، وفي الهيكل نفسه الوظائف الموجودة عندها وصف وظيفي علمي واضح، كل شخص بيعرف المهام المفروض يقوم بها وبيأديها من غير ما يحصل تقاطعات، ومن غير ما تحصل المشاكل اللي هي بتترتب نتيجة التقاطعات دي والتدخل في شغل بعض وتشتيت الجهد في صراعات نحن ما محتاجين لها، لأنه كل شخص بيفتكر إنه دي مهمته. أنا هتكلم عن هذا الوصف الوظيفي من خلال متخصص، باعتبار انه يعني العلم في هذا المجال كبير جدا، وعندنا في السودان عدد من المتخصصين، ومنهم دكتور مزمل محمد عبد الله اختصاصي الهيكله والوصف الوظيفي. صباح الخير. صباح النور عليك استاذه ميسون. الله يخليك. طبعا دكتور مزمل معروف في مجال التدريب بانه هو مزمل الكتيابي. دكتور مزمل مرحبا بك. عليك السلام. اهلا وسهلا بك. سعيد بتواجدي معكم هنا في قناتكم، خلينا نقول الفتية الشابة السودانية 24، وسعيد جدا حقيقة انه انا الليلة اكون هنا في ضيافتكم يعني. ونحن اسعد بانه نحن نتعرف على الجانب العلمي او الاكاديمي للوصف الوظيفي. احنا قاصدين به شنو اكاديميا، وايضا اهمية وجوده بصورة واضحة في المؤسسات المختلفة. طيب خلينا أول حاجة كده، لأنه الجانب الأكاديمي دي شوية يكون يعني لأنه مادة صعبة بيكون شوية كده. خلينا ناخده يعني عشان الناس كلها تستوعب الحاجة دي معانا. نعم. نتكلم ببساطة يعني، ما دايرين نعقد الموضوع شوية. نعم. على المشاهدين. مصطلحات علمية. أيوه المصطلحات العلمية وكده. أي مؤسسة عندها هيكل، الهيكل ده يعني ممكن أمثله للمشاهدين زي السكيلتون، الهيكل العظمي بتاع الإنسان. يعني أي إنسان عنده هيكل عظمي صحيح محدد بشكل معين، في زول طويل، في زول قصير، في زول صحته كويسة، فهمت كيف؟ بيساعدنا، عنده وظائف كثيرة، بيساعدنا في الحركة، في كده، في شكل وقوفنا، فيه أجهزة. الهيكل ذاته فيه أجهزة صحيح. داخلية بتنظم حركة الإنسان. نفس الفهم في المؤسسة. كيف؟ وأنا الليلة حتكلم وباخد معي 24 كمثال يعني. الغناء عندها هيكل تنظيمي أكيد صحيح. فيه مجلس إدارة، فيه مدير عام للقناة، فيه مدير مدراء إدارات مختلفة صحيح. مدير إداري، مدير موارد بشرية، في صحيح. إدارة فنية، في إدارة للاستوديو، في صحيح. إدارة للمذيعين صحيح. فالتشكيل ده كله والتناغم ده مع بعض هو اللي بيحرك، أو هو المحرك لشنو؟ لعجلة الإنتاج داخل المؤسسة. فبتتشكل داخل الهيكل ده وظائف. نعم. زي ما ضربنا قبل مثال بالهيكل العظمي، هنا برضو في الهيكل الوظيفي في وظائف موجودة داخل الهيكل محددة عشان تسهل سير العمل داخل المؤسسة. طيب ده يعني بيعتبر واحد من أشكال التناغم المطلوب داخل أي مؤسسة، إنه يكون الهيكل موجود، الوظائف موصوفة. طيب أهمية وصف الوظائف والدور اللي بتلعبه وصف الوظيفة، أو بيلعبوا وصف الوظيفة في إنه يسهل مهمة الموظف من غير ما يدخل في صراعات أو مشاكل مع الموظفين الموجودين معه داخل الشركة أو طيب. المؤسسة. جميل الكلام، وكأنما أستاذ بيسون داخلة في الجانب بتاع الاتشار. طيب أنا حقيقة خلينا قبل ما نتكلم على الوصف الوظيفي، تحية لزميلتنا شيرين في قسم الاتشار. نعم. هي بتأدي دور كبير جدا. حاضرين، نحن حاضرين لأي استشارة يا أستاذ شيرين. نعم. طيب خلينا نتكلم أول حاجة
عن الإدارة ذاتها أو الديبارتمنت اللي هو بيهتم بالحاجة دي. صحيح. يعني كل مؤسسة زي ما قلت لك بينك في الهيكل في وظائف معنية، يعني في بتخصصات معينة، يعني في وظيفة بتعنى بالمال، يعني كيف تحافظ على المال ده بتاع المؤسسة وكده، في وظيفة معنية مثلا بالآي تي، في وظيفة معنية بالإنتاج بالبرودكشن، كذلك في وظيفة داخل المؤسسة هي معنية بال خلينا نقول رأس المال البشري داخل المؤسسة. صحيح. نعلي الحاجة شوية. صحيح. ونحن في 24 سودانية 24 إدارة المورد البشري، إدارة المورد البشري اللي هو شوف عظم المورد ده بأنه هو أهم مورد داخل المؤسسة. صحيح. بدون شك يعني. صحيح. داخل المؤسسة أو على مستوى الدولة، يعني نحن بنتكلم عن إنه كثير من الدول الآن نجحت، الأساس في نجاحها هو شنو؟ الأيدي العاملة، هو اهتمام الدولة ذاتها ورعاية للمورد البشري وتطويره وكذا. صحيح. من هنا أنا بتكلم عن إنه في إدارة داخل المؤسسة أو داخل الدولة، خلينا نقول حق مثلا وزارة الموارد البشرية أو داخل المؤسسة اسمها إدارة الموارد البشرية. الناس بيخلطوا يا أستاذ ميسون بين تنمية موارد بشرية وإدارة موارد بشرية. صحيح. هاي. التنمية موسوع يعني مفهوم كبير. واسع كبير شديد، فيه الصحة وفيه التعليم وفيه الأمن وكل الأشياء دي. صحيح. لكن نحن هنا بنتكلم عن مفهوم إدارة موارد بشرية داخل المؤسسة، هي معنية بأنها تدير المورد البشري أو تدير رأس المال البشري. صحيح. داخل المؤسسة. الإدارة دي أنا بقول هي الغلب النابض يا أستاذ الشيرين، هي الغلب النابض. نعم. داخل المؤسسة حقيقة. صحيح. ليه؟ لأن هي بتهتم بالمورد البشري. صحيح. ما مش بالكاميرات. صحيح. ولا بالديكور، ما تقليل للحياة الثانية، لكن هي بتهتم بالإنسان داخل المؤسسة دي. صحيح. فحقيقة بتبقى هي أهم إدارة داخل الموارد البشرية. الإدارة دي عندها وظائف، عندها مهام بتقوم بها داخل المؤسسة. صحيح. بدءا من إنها تخطط للعدد، كم أنا عايز كم مذيع في القناة، ثلاثة أربعة مذيعين، واحد للأخبار، واحد للمواضيع متخصصة كده، عايز كم مصور، عايز كم مونيتر، عايز كم في الاستوديو في الآي تي. طبعا لازم نقول للمشاهدين إنه الحاجة دي بنسقطها على كل المؤسسات. أكيد يعني طبعا. أنت أخذتنا كمثال حتى على مستوى الدولة. نعم. حتى على مستوى الدولة. ف بيبقى دي واحدة من المهام بتاعتها. ثانيا برضو الحته بتاعت الاختيار والتعيين. صحيح. يعني دي واحده من الادارات المهام المهمه جدا اللي بتقوم بها اداره الموارد البشريه، ان هي تختار الشخص المناسب. صحيح. من خلال الاختبارات وكل البرامج دي ويتم تعيينه كده. برضو بتقوم بعمليه اداره الاداء، ودي حقيقه واحده من المشاكل الكبيره جدا احنا عندنا في السودان، انه هاو كيف ندير المورد البشري بتاعنا او ندير اداء الموارد البشريه، بالاضافه للمرتبات والحاجات دي كلها بتقوم به الاداره دي. واحده من الحاجات المهمه جدا اللا غنى عن كل الوظائف ديك اللي هو خلينا برضو نقول هو قلب الاتش ار، اللي هو الوصف الوظيفي. يعني اذا كانت اداره الموارد البشريه هي القلب النابض للمؤسسه، عملية تحليل الوصف الوظيفي أو مستند الوصف الوظيفي بيعتبر هو القلب النابض داخل الـ HR. نعم. بمفهوم شنو؟ رد لسؤالك بتاع الهدف، بمفهوم إنه إذا ما في وصف وظيفي ما بتقدر تعمل أي، ما في تناغم، ما في أي عملية بتتم بداخل إدارة الموارد البشرية. ممكن لقدام شوية في الدقائق الثانية نتكلم، ممكن تولدنا كمان صراعات. أكيد. داخل المؤسسة. أكيد. ودي حاجة بتزيد الرهق على قسم الموارد البشرية، باعتبار أنه يعني بيتحول لإدارة شيء ما عنده علاقة بالعمل يعني. أيوة. ما هي الوصف الوظيفي شنو؟ عشان الناس تفهم الحتة دي، الوصف الوظيفي ده هو مستند. يعني أنا لما أي أخش مؤسسة وأتعين فيها، أول تو دوكيمنت، أول مستندين بدوني له، بدوني العقد. انا استاذ ميسون بتجي هنا بيكتب لها عقد بتاع مذيعه في القناه، كويس، وبيدوها وصف وظيفي، بقول لها دي مهامك ودي الواجبات بتاعتك ودي المواصفات الوظيفه اللي احنا دايرينها. عشان كده الوصف الوظيفي بيتكون من تو ماتريكس. صحيح. اللي هي جانب بتاع مهام ومسؤوليات الوظيفه بالنسبه للوظيفه ذاتها، ويعني مواصفات شاغله ذاته. صحيح. يعني المذيع ده مواصفات شنو؟ صحيح. من ناحيه اكاديميه معرفيه. صحيح.
درس انا اعلام اذاعه كده، مهاراته اللي عنده اللي هي او خلينا نقول الكومبتنسي او الجدارات بتاعته في الحاجه دي، شكل الخبرات بتاعته، الاداره دي الوظيفه دي ذاتها قاعده وين؟ صحيح في الهيكل التنظيمي ده. المستند ده هو اللي نحن نتكلم عنه ومفيد جدا جدا بالنسبه لل وتحديد الدور المحتاجين. مثلا اذا قلنا احنا بنضرب مثل بس بمؤسستنا، لكن الحاجه دي ممكن تكون على كل المؤسسات، انه مثلا عقدك كمذيع ذاته بيخدك في مكانك المناسب. يعني هي الوظيفه مذيع، لكن في مذيع للبرامج السياسيه، في مذيع للبرامج الاقتصاديه، في مذيع لبرامج المنوعات والاجتماع. طيب خلينا نمشي لانه يعني لما نتكلم عن الوصف الوظيفي وتحديد المهام، احنا ما بنتكلم عن انه احنا عايزين نحدد بس الدور بتاع الموظف ونكفله، لانه ممكن تكون في مساحه بتاعت يعني فهمت خلينا عليك. اشتراك ما بين الموظفين وبعض. وانا حرجع ثاني للحته بتاعت المثل اللي انت اخذته، يعني مثلا زي الليله حلقتنا دي، انا عندي اعداد قامت به زميلتنا رؤى وسلمتني له، ولكن حسب ما احنا عارفين في مساحه كمان للمذيع انه جميل ممتاز، والحاجه دي مفروض يعني يتم ادارتها بحيث انها هي تمثل لنا سلوك مهم جدا ومطلوب، انه العمل داخل الفريق واداء المهام من غير ما يعني شخص يدخل مع الاخر في صراع. يعني بنحاول كده تمارس بسريع. لا ما عندي طريقه. طيب تحيه برضو ثاني لكل اللي بيعملوا في الموارد البشريه. الكلام ده جميل، لكن ده اكد على حاجه مهمه شديد. كثير من الناس لما تقول له وصف وظيفي يقول لك الوصف الوظيفي بتاع مزمل مثلا. لا نحن لما نتكلم عن وصف وظيفي بنتكلم عن وظيفه. ايوه يعني حتى هي تيمبلت لوظيفه. يعني انا ما بتكلم لما نقول وظيفه مذيع او مذيعه، انا ما بتكلم عن ياسمين، ما بتكلم عن اكس عن واي. لا انا بتكلم عن الوظيفه ذات دي اول حاجه، عشان احنا نجي للقصه بتاعت الشيرنج في 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 اطار العمل او في التيم ورك في 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 عمل فريق العمل. الوصف الوظيفي ده محدد بمهام، يعني في مهام ومسؤوليات كويس محدده للوظيفه المعينه دي. مذيع عنده مهام معينه، عنده مسؤوليات معينه بيتطلب انها تكون موجوده عشان هو يؤدي العمل ده، بالاضافه زي ما قلنا للمواصفات هو ذاته. عشان يلا في هنا داخل الوصف الوظيفي ذاته بنلقى انه في اتصالات داخليه وخارجيه. يعني سي مثلا في الاتش ار مثلا، ناس الاتش ار بيكون عندهم تواصل مع الماليه في بعض الاشياء، مع الانتاج، مع كده. نفس الفهم المذيع عنده بيبدا عمله بمجرد ما انتهى المعيد. يعني المعيد بيشتغل بيجهز الماده، بيتصل، بياخذ كل الاشياء. يوم التقدير والاحترام والله قاعد يقوموا بالدور الاكبر يعني. فبيجي بتنتهي مهمته مع شنو؟ مجرد ما سلمك البرنامج بتبقى هنا في بعد ذاك يلا مساحات لانه الناس شنو؟ تشير. يعني ممكن مرات فجأة أنت خلال البرنامج تحصل حاجة ما متوقعة أو ما حرجع للمعيد تاني. لا نووي هنا خلاص أنا بتخذ شنو؟ بتخذ قراري في إطار المساحة ما بتخليني شنو؟ أتدخل في صلاحيات شنو؟ صحيح. في صلاحيات المعيد. صحيح، ودائما لازم يكون هنالك مرونة لكل أكيد. فريق العمل في أي مؤسسة. في كثير من الأحيان إحنا محاورنا قاعد تجي من المخرج، يعني بدينا لاب الإربيس يعني صح. مشاركة منه يعني باعتبار إنه تكون عنده المعلومة. والتيم ويرك طبعا العملية بتاعت فريق الشغل في فريق عمل صحيح حاجة جميلة جدا جدا. لكن مهم شديد التدريب. يعني كل ما ارتفعت مقدرات الليلة أنت معاكي معيد ومعاكي في مخرج فوق كويس يعني وفي مصور، اذا كان الفريق ده فيه اي ويكنس بيأثر على الاداء بتاع العمل كله. صحيح. ما بيكون في هارموني. صحيح. عشان كده بنقول كل ما كان رفعنا مقدرات اعضاء الفريق كويس بالتدريب وبالتأهيل كل ما زادت شنو؟ لو الاعداد فيه مشكله انت شغلك حيكون فيه دربكه شديده. صحيح، لكن برضه بتظهر لنا اهميه الوصف الوظيفي في انه نحن بنتجاوز به المشكلات الشخصية. لما كل شخص يعرف مش يعني مهامه شنو، فما حيدخل مع مشاكل،
وزي ما انت قلت احنا عايزين نبسط المفردات عشان تصل للناس. في واحده من المفردات المستخدمه بتلقاها دائما في وسط الموظفين يعني في عدد كبير من المؤسسات اللي هي يقول لك والله الزول ده جنه حفر, يعني ده شخص مثلا يعني شاف شخص حتى ما منافس له في مؤسسه ثانيه فبيقوم بيتدخل في في ايوه او شغل شخص ثاني ايوه او يحاول شنو يظهروا مظهر المؤدي الغير جيد لوظيفته. فأهمية الوصف الوظيفي في هذه الحتة, وإضافة لأنه نحن كيف بنتطور في الوظيفة نفسها من خلال وصفها. طيب أنا حامشي لك في أنه غير بس القصة بتاعت التداخل ده بالمناسبة اتخيلي أنه ركزي معي أنك أنت عندك مستند ورقة, خلينا نقول ورقة فيها اسم الوظيفة بتاعتك وفيها انت تابعة لياتو إدارة وفيها مهام وفيها شكل الحاجات الإمكاناتك ومقدراتك الجدارة بتاعتك وكده. المستند ده بيفيد شنو؟ كان للمؤسسة ولا كان لك؟ يعني مثلا أنا لما أجي أدرب أكيد ما حاجة من راسي كده أخمن وأقول والله ما يستندي نديها في برنامج الفلاني, لا حقوم برجع للوصف الوظيفي بتاعها وشكل المهام بتاعها شنو والمواصفات الشاغله الوظيفه ذات شنو. هنا بستنبط منها البرامج التدريبيه انا ممكن ادربها. ده واحد. اثنين لحاجه مهمه شديد وانا بتمنى انه يعني الناس تفرد لها الحلقه كامله اللي هي القصه بتاعت اداره الاداء اللي هو يعني احنا هسه قاعدين بيقولوا تقييم الاداء. صحيح. وحقيقه هو لا, تقييم الاداء جزء من اداره متكامله اسمها عملية إدارة الأداء. إذا نحن في إدارة الأداء حددنا للناس أهدافهم وشكل الجدارات المفترض تكون, يعني ده مذيع والله أنت عندك أهدافك 1 2 3 وعندك جدارات معينة مفترض تبنيها. إذا نحن اشتغلنا معاه بالشكل ده على مدار السنة تأكد تماما حننتج مذيع شنو مميز ومذيع يعني يقدر يؤدي مهامه بشكل طيب. الحاجه دي بتفيد المؤسسه وبتفيد شنو؟ بتفيد صاحب الموظف ذاته. ليه؟ لانه في اهداف محدده بيبقى ما في تضارب. صحيح. انت عندك اهداف معينه, تعال ما عندك طريقه تمشي كده ولا تمشي كده. برضه ثاني من الحاجات المهمه بنستفيد منها في القصه بتاعت السالاريز او الرواتب والاجور. نعم. انا برضه بحدد رواتبي واجوري من خلال شنو؟ من خلال المهام والواجبات ومدى المسؤوليه الملغيه على عاتق الوظيفه المعينه دي عشان احدد بها شنو رواتب. وكثير مش حتى السيفتي بالمناسبه الأمان. حتى السيفتي القصه بتاعت الـ 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 الامان او أي اللي هو الصحه والسلامه المهنيه كويس. مهم شديد انه في الوصف الوظيفي يكون موجود. ونحن الان نشوف بنعاني من الاوبئه المستحدثه دي كان كوفيد 19 او غيره. مهم برضه في الوصف الوظيفي يكون في شنو شكل الادوات اللي بيستخدمها في الوظيفه دي عشان يعني صحيح تجعل لنا الزول ده في شكل. نعم طبعا آمين. المحاور كثيره ونحن محتاجين لك تجينا مره ثانيه دكتور مزمل محمد عبد الله اختصاصي الهيكله والوصف الوظيفي. وبرجع بقول انه الكلام ما كان عن سودانيه, اخذنا السودانيه 24 كمثال لتطبيق الوصف الوظيفي. شكرا لحضورك معنا, وبالتاكيد حناخذ منك الوعد بان تكون معنا في مرات قادمه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وزي ما قلنا عن اداره الاداء لانه موضوع مهم شديد.